في الهزيمة أنا ازداد لك عشقا، لكن أنا جات لي يعني حاجة غريبة جدا، وحاجة أنا برضو معلش قبل بس ما أقفل الحلقة، لأن دي برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي كلنا بنتكلم فيها، والناس تطلع تقول أصل إسلام أنت بتبرر سوء الأداء وبتبرر مش عارف إيه. بص حضرتك، وده تصريح على في الجول، جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك بيقول إيه؟ لعبنا مباراة منذ 3 أيام وسنخوض أخرى في الجونة بعد 3 أيام، واللاعبون لا يتحملون هذا الضغط، والآن نتصدر المسابقة ومتبقي لنا 6 مباريات. هو مين اللي بيقول الكلام ده؟ مدرب نادي الزمالك، مش الأهلي، مش حد في الأهلي يعني. ماشي، بعدها على طول في الجول تأجيل مباراة الزمالك والمقصة بالجولة 30 للدوري المصري لمدة يوم واحد لتقام يوم 9 أغسطس بسبب إصلاحات في استاد القاهرة. عشان يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم يعني ايه اصلاحات. ايه اللي في استاد القاهره؟ هو الماتش هيتلعب في القاهره ولا هيتلعب في حته تانية؟ عشان هيرجعوا، هيبقوا راجعين من الجونه وفرق 3 ايام، فعايز اخليها 4 ايام. الغردقه يوم الجمعه عندهم، لا فرق 3 ايام، فعايزين يزودوا اليوم. خلاصه الموضوع يومين، 3 ايام بالظبط. ما فرق، ما هو يوم الجمعه هيلعب ماتش في الغردقه، ربما هيبات، مش هيمشي بالليل، فهيمشي السبت. عايز يزود يوم، عايز يديهم يوم راحه. فده ملخص الموضوع يعني. انا بس بوري لجمهور النادي الاهلي هو ايه اللي بيحصل. انا بوري حضراتكم ان كل الناس بتشتكي من الاجهاد، وفي ناس لما بتقول ان انا مجهده احنا بقى لا بس مش كده يا كابتن سلام، لا فضل. اجل اليوم بس طالما ان انت النهارده في اخر اسابيع لا معلش اشتكي على اخر اليوم. لا طب ما النادي الاهلي كنت اجلت الدوري كله كريم اسبوعين عشان خاطر تريح لعيبه النادي الاهلي. انا فاهم ان هو هيقول كده، اجل يوم هيأجل كله، هيأجل يوم للناس كلها. ولكن طب انت، ما احنا بقى لنا قد ايه بنلعب كل يومين ماتش يا كريم؟ النادي الاهلي ما تزعلش مني يعني، النادي الاهلي بقاله منذ ان انتهت مباريات كاس العالم في الانديه وبعدها نهائي دوري الابطال مع الوداد وخسارتنا لنهائي دوري الابطال، انا مش متذكر ان في حد فينا ريح لمده يوم ولا حاجه. كل اسبوع تلعب ماتش واثنين وثلاثه، ماتشين بالكتير يعني في الاسبوع ماشي. فهو ده اللي انا بقوله لك، ان انا من بعد نهايه دوري الابطال وحتى الان انا حضرتك لساني ده الدلدل علشان اقول يا جماعه احنا بقالنا كتير قوي بنلعب كل يومين وثلاثه ماتش. انت فاهم انا قصدي ايه ولا مش فاهم؟ صحيح. انا بتكلم اهو على المدير الفني نادي الزمالك، اللي هو نادي الزمالك ده اللي خرج من دور الثمانية، يعني لا يعاني من اي اجهاد، وخد 40 يوم ولا 30 يوم 45 يوم في الاجازه الطويله. لا دور الثمانية ايه؟ دور المجموعات. دوري المجموعات انا اسف كمان. وبيقول لك اجهاد، فما بالك بالنادي الاهلي اللي بيلعب كل يومين وثلاثه؟ ولماذا يتم تنفيذ هذا الكلام واحنا بقالنا شهر ولا شهر ونص ولا يمكن اكتر منذ نهاية مباراة الوداد لغاية دلوقتي محدش بيقول حاجة؟ فهمت أنا قصدي إيه ولا ما فهمتش؟ لا، وتاني يوم التصريح، هو تاني يوم التصريح، وعشان كده تاني، عشان يعني تاني أنا أخش في النوايا، أنت أجلت يوم نادي الزمالك عشان تريح الفريق لأنه عائد من الغردقة ومسافة طويلة. لا كريم، أنا مش بتكلم في إن هو عائد من مسافة، ما هو هيأجل لك أنت كمان يوم. بس هو ما اجلش غير كابتن اسلام بيتكلم. انت بتلعب في الشهر من 8 ل9 ماتشات، اكتر نادي في مصر وافريقيا بتلعب ماتشات، مفيش نادي بيلعب 9 ماتشات في الشهر. هو في الشهر ده كده في الدنيا؟ انت الشهر كل فرقه في العالم يا كريم بتلعب كده؟ مفيش. لا مفيش طبعا. الناس اتضغطت شويه، نادي الزمالك او غيره يعني اتضغط شويه زائد طلع قال لك انا تعبت مش قادر. امال احنا اللي بقالنا يعني قد ايه من نهائي دوري الابطال ده كان يوم كام؟ نهائي دوري الابطال بقى لنا شهرين مثلا. 30/5 على ما اتذكر، ومن قبليها والله قول من نهائي دوري الابطال، مش هقول لك من قبلها، من جانا المونديال لغايه دلوقتي المونديال بنلعب 3 ايام. كل انت بتلعب في الشهر 8 أو 9 ماتشات، امور غريبه جدا جدا بتحصل. وبعدين ما هو السؤال بقى، ما هو انا كمان بعد ما عرفت لو الاهلي ان شاء الله ربنا كرمنا وصلنا نهائي دوري نهائي الكاس هتلعب يوم 15/9 على ما اتذكر يعني. طيب الدوري هينتهي 30، يعني الناس ولا هتلحق تاخد اجازه؟ اللي هي عارف الاجازه اللي هي مش اجازه واجازه، وعندك سوبر، وعندك سوبر في بدايه شهر 10، مش هتعرف تاخد اسبوع. مش هتعرف تاخد يعني هترجع اسبوع قبل الماتش، فمش هتعرف كمان. فانا رايي طب ما خلاص كنت اجلت الماتشات دي كمان بقى واديت للناس براح كل 4 ايام ولا كل 5 ايام لغايه 15/9.
15 10 حاجات يعني كان ممكن تجد حلول اخرى طالما كده كده الدوري او انا اسف الموسم مستمر ل 15 9. ما انت كده كده لو ربنا كرمك وكسبت مباراه المقصه في دور الثمانيه هتصل للدور قبل النهائي، لو ربنا كرمك في الدور قبل النهائي هتصل لكاس نهائي كاس نهائي كاس مصر. احنا 16 مش احنا 16 16 ماشي يا سيدي. المهم يعني لو خلصت هذه المباريات ووصلت للنهائي طب ما انت هتلعب لغايه 15 9. كان ايه المشكله بقى لما تعمل ترحل اسبوعين، ترحل اسبوع ولا 10 ايام كمان بدل ما انت بتعمل يعني انت هتلعب في 9 ايام، في 9 ايام هتلعب اربع مباريات. طب ما تخليهم في 12 يوم والعب اربع مباريات اللي هي كل 3 ايام مباراه. حرام ولا مش حرام؟ هو ده اللي انا بقوله. طبعا مستحيل. لكن انا مش قصدي ان هو هياجل، ما هو لازم هياجل النادي طالما اجل الزمالك هياجل الاهلي وهياجل. نعم حضرتك متاكد؟ انا لو لا ده لو ما حصلتش بقى دي تبقى مش هتحصل. مش هتحصل ازاي؟ مش هيأجل. لا هيأجل طبعا. انا مش طالع، انا الحقيقه مش طالع بكره بس انا ممكن اطلع مخصوص بكره لو انا بقول حاجه اهو اهو ده خلي بالك احنا لغايه دلوقتي طبعا احنا بنتكلم بارقام. المنافسه ما زالت موجوده في الدوري ما بين ثلاث انديه الزمالك وبيراميدز والاهلي. دلوقتي انت اجلت يوم للمتصدر حلو بداعي وجود اصلاحات في الاستاد. هذا الامر يؤكد مفيش يعني مفيش تكافؤ فرص. خلاص انت اديت يوم راحه زياده لان هنا النهارده ممكن نادي بيراميدز لسه خسران والنادي الاهلي يقول لك لا ما هو برضو الاجهاد انك تلعب ماتش يوم الاثنين بدل يوم الثلاث كان ممكن يدي المساحه لنادي المقصه يعطله ممكن خصوصا كمان ان نادي مصر المقصه لسه خسران من الاهلي 1-0 يعني بالعافيه. فطالما ان انت النهارده بترسي مبدا تكافؤ الفرص زي ما عدد المباريات المفروض اخر 3 اسابيع معاد الماتشات كلها في وقت واحد. انت هنا اخرت يوم، اليوم اللي انت اخرت لاي سبب كان طبعا انا عارف الرد اللي هيطلع يتقال يا جماعه اصل الاستاد فيه اصلاحات. ودي استاد بيتروسبور ولا الكليه الحربيه؟ لا 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 انا معاك. لا انا معاك. لا عندك اربع استادات. لا النوايا صادقه والنوايا جميله كل حاجه وفي اصلاحات في الاستاد اوكي مفيش مشكله. لازم بقى نادي بيراميدز من حقه انك تاخر له ماتش يوم والنادي الاهلي برضو تاخد له ماتش وتاخره له يوم وترجع من الاسبوع الجاي دي تمشي ايه؟ طبيعي ده الصح. لكن ده مش ايه يا كريم؟ ما هو خلص عليك مش انت بعد ايه بقى خلص عليك ده اللي انا بقوله. ده بس احنا يا كابتن اسلام لسه لا لا نلعب اه في فرق الوقت المفروض منطقيا 5 نقط. لا لسه نلعب. انا مش بتكلم على انا بقول لك بعد ايه بعد انا بقالي شهرين بلعب كل يومين ماتش ولا كل 3 ايام ماتش. كل 3 ايام بلعب ماتش وبلعب مع انديه كبيره. امال احنا كنا بنتكلم في اول الحلقه على وحضراتكم اتكلمتوا على كميه الاصابات دي ليه؟ امال احنا كنا بنتكلم على ايه؟ امال احنا كنا بنتكلم على الاجهاد العام اللي بيمر بيه النادي الاهلي ليه؟ والمزق والكميه المزق اللي احنا كنا طلعناها دي طلعناها ليه؟ ما هو عشان الكلام اللي احنا بنقوله ان انت بتلعب كل يومين او 3 ماتش. وهنا لما نادي الزمالك هنا بناء على الكلام بتاع فريرا ترجع تقول هذا الموضوع بهذا الشكل وفريرا بيتكلم صح على فكره. هو فريرا بيتكلم صح. فريرا بيتكلم صح. فريرا بيتكلم من الناحيه الرياضيه. لا ومن الناحيه الرياضيه بيتكلم صح. ما هو نفس هو نفس الكلام الكلام واحد على اساس ان سواريش ما كانش بيتكلم على اساس ان موسيماني ما كانش بيتكلم صح. لا يعني هم كل الناس دي شغاله والناس دي كلها عندها خبره في المجال عشان بس الناس تعرف ان احنا ما بنحطش يعني حجه او مبرر. ولكن اللي انا عايز بس نقف عنده عشان الناس تركز فيه والناس ما تتوهش السؤال لجنه المسابقات هتأخر يوم للنادي الاهلي وهتأخر يوم لنادي بيراميدز من الاسبوع الجاي ولا لا؟ يعني احنا مثلا هنلعب يوم الاربع عندنا الاربع ماتش فاركو وعندنا مصر المقصه يوم الحد ده كاس. السؤال هنا بقى الفتره دي انت ممكن تقول للنادي الاهلي العب الكاس يوم الاثنين مثلا؟ هل ممكن بقى ماتش الدوري بعد الكاس في اعطاك ماتش دوري هل هتأجله لي يوم عشان انا برضه اشم نفسي زي ما انت عملت للمنافس؟ حتى ايفل لو كان المبرر ما كانش من عنده كان اصلاحات في الاستاد. انا بصراحه بقول ده العدل ولكن 99% ده مش هيحصل.